طمنيني كيفك أختي؟ كله تمام، أنت شو أخبارك؟ ناطرة شي ضيف؟ بانو؟ في حدا بالبيت يعني؟ مين هاد؟ يعني رفيقك كان هون وهلأ بده يروح؟ فهميني شو القصة؟ قولي. بهار؟ شو كيفك يا بنتي؟ ايه؟ لهلا ما قلت لي سبب جيتك. بانو، أنا بعمري ما شربت أطيب من هيك شاي، بتعرفي ليش؟ لأن أنت اللي عملتيه بإيديكي. صحة وعافية. بهار، بدك تعرفي ليش أجيت؟ لأني اشتقت لكم. صدقيني مشتاق لكم كثير، لهيك حملت حالي وجيت لعندكم. نسيان كيف تركتنا نعاني من دونك؟ بابا أنت ما حضرت جنازتها، لما عرفت إنه أمي مرضانة هربت. ما فكرت شو ممكن يصير فينا لولا خالتي الحنونة مثلا؟ اساسا لو بعرف انكم متضايقين كنت اجيت فورا. انا لبعد ما خلصت الجنازة لدريت انه امكم توفت. ومع هذا كله انا بعتذر منكم. اسمعوني، ابوكم مستحيل يشوف المرأة اللي بيحبها مرضانة وتعبانة يتركها ويقوم يهرب. انتم ما بتعرفوا الظروف، وانا ما قلت لكم لانكم صغار. وهلا جايين عم تلوموني بعد ما كبرتوا. ايه وهلا شو صار؟ يعني ما معك مصاري؟ ولا لا ما عندك مكان تنام فيه؟ يا ترى شو الحجة هالمرة؟ عن جد خبرني بشو عم تفكر. اختي ابي ما إله ذنب، انا اللي قلت له يجي. كمان قدر يخدعك؟ لا مستحيل، لا بحياتي ما رح خلي هذا الموقف يتكرر مرة تانية. الشاي خلاص، يلا تحرك، شفت بنتك وخلصنا، يلا اطلع لبرا. طيب انا رح اطلع، بس بكره الصبح رواق. منيح. شبه اختك؟ شبهها ليش هيك عملت؟ يمكن معها حق، يمكن انا ماني اب منيح، بس مع هيك انا ابوها ما بصير تحكي معي بهي الطريقه. مزبوط، ما كان لازم تحكي معك بهالاسلوب. وين رايحة بنتي بانو؟ اختي اسمعيني شوي لو سمحتي. هو بعد كل هالسنين فهم غلطه ورجع لهون، معقول هلا نسكر بابنا بوشه؟ صدقيني هو مانو هون لأنه بيحبك. خليه يلاقي مكان تاني، يحط بباله أنه ما رح خلي عنا. ليه عم تعملي هيك؟ أنا اللي طلبت منه يجي، وهذا الشيء من حقي. معلي تعطيني قطعة من عندك؟ هاي الأكلة المفضلة عندي. دوق من هاي. عسلي الأسمر. يسلموا إيديكي، عم عزبك أنا.
يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. شفتي حدا أحلى من هالمحامية؟ بس ارجع اليوم المساء، ما بدي شوفك هون بالبيت. تكرم عينك، مثل ما بدك بنتي. ما رح أتأخر، وأنتي كمان حضري منيح للاختبار. ماشي؟ لكن أنا رح روح. يا الله دخيلك، كان لازم تكون وصلت هلأ. أختي أنا بدي أعيش مع بابا ومو مهم أبداً إذا كان بالبيت أو بمكان تاني. شو اللي عم يصير؟ ما كان لازم تروح مع هداك. الله يلعن هالحظ. شو بدي أعمل هلأ؟ وين بدي لاقيهم؟ السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. أنا آسف بس خلص رصيدي من شوي، ممكن استخدم تليفونك؟ تفضل. يسلم ويدك. مين عم يتصل؟ ألو؟ ألو؟ بهار؟ بنتي أنا أبوكي. يلا قلي بسرعة، وينك أنت وأختي؟ لهيك اتصلت يا بنتي، بانو هون معي، انت ما في داعي تقلقي بنوب. بهار اسمعي شو رح اقول لك. انا ما عم اقدر اقنعها ابدا. هي كل الوقت عم تقول بدها تضل معي وما بدها ترجع على البيت ابدا. وانا عم اقول لها بانو انت مثل الورده، ما فيكي تضلي بهالوسخ مع ابوكي، ما بيليق فيكي، عم تفهمي علي؟ انا عم اعمل كل جهدي، بس اتصلت فيكي لخبرك، من شان ما ينشغل بالك عليها. قلت لحالي بتصل فيكي وبطمنك عنها وبريح لك بالك بنتي. وينكم؟ اعطيني العنوان فورا. وين نحن؟ رح ابعث لك الموقع بعد شوي. يلا يلا شوي وبيكون عندك. ليك اخي، فيني ابعت من تليفونك الموقع اللي نحن فيه لهذا الرقم بعد اذنك؟ يلا بنتي لازم تاكلي، صار لك زمان بلا اكل. ما اكلت شيء من الصبح. طيب انت اكلت؟ ايه اكلت بنتي. كلي انت هلا. بانو؟ اختي؟ انت شو عم تعملي هون؟ شو هاد يا بانو؟ انت كيف بتساوي فيني هيك؟ انا قلت لها تجي. ليش يا بابا؟ مو على اساس نضل مع بعض؟ حبيبتي اكيد رح نضل مع بعض، بس اطلعي على حالتي وشوفي وين قاعد انا. شي يوم تاكدي انه رح نكون مع بعض يا بنتي، بس مو هون. عم تفهمي علي؟ ما هلا خليني لاقي شغل وبعدها انا رح زبط اموري لحتى وقتها يا بنتي اقدر أعمل لك غرفة مناسبة تدرسي فيها. هي عندها بيت وعندها غرفة كمان، بس أبي مو بهذا البيت. حبيبتي رح أجي لعندك، ما بتركك لحالك. طيب يا روحي حبيبتي. طيب تمام، فيك تجي تسكن معنا. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، بس طبعا رح تروح اول ما تلاقي شغل، يعني لا تفكر انك رح تضل معنا دائما. موافق، اذا بدكم يعني ضل معكم معناها رح ضل. اختي انا كثير بحبك. شكرا لك. ماشي، انتوا روحوا وجهزوا اغراضكم وانا ناطرتكم برا. تعالي حبيبة قلبي انتي.
واخيرا رح نكون مع بعض. يلا لا تنطري اختك، رح جيب اغراضي واجي. اخي جهز لي الحساب. والله ما رح اقدر اتحمل، رح اختني قبل ما اشبع. صحة. يلا حبيبتي السفرة جاهزة. تعالي لشوف، تعالي اهلا وسهلا، تعالي. هذا هو عشان اليوم؟ هيك بده بابا اصلا. قال لي انتي لا تعذبي حالك بتحضير العشاء، كانت بطاقتك معي واشتريت كل شيء مشتهي. برافو عليكي. طبعا يا روحي برافو علينا، معقول انا اتعب بناتي؟ معقول اعذب بناتي؟ انا من هذا النوع؟ يلا. لا تصفيني هيك عادي. شو ناوية تضلي واقفة؟ في مفاجأة كبيرة بعد العشاء. بوظة بالفريز والشوكولا، أكتر شي بتحبيه. بس ما بحب البوظة بالفريز. بالله عن جد؟ بس أنا هيك بتذكر. بانو، ليش ما حكيتي إنه أختك ما بتحب الفريز والشوكولا يا بنتي؟ ما سألتني بابا. معقول ما خبرك لو بعرف إنك بدك تجيبها؟ يلا مو مشكلة. إيه؟ شو عملت؟ دورت على شي تشتغله؟ طبعا دورت. أول ما وصلت للسوق سألت. طبعا بعد هذا الأمر ما فيك تلاقي شغل فورا، يعني الموضوع كتير صعب، بس أنا بوعدكم قريبا جدا رح لاقي شغل منيح إن شاء الله. طبعا كتير صعب إنه الواحد يضل بدون شغل، يوم هون ويوم هنيك. وعلى حد علمي كان عندك دكان خسرت فيها كمان، مو هيك؟ وبعد ما رحت للأسف أمي طلعت روحها لحتى سددت الديون اللي عليك. اسمعيني حبيبتي بهار، معك حق لدرجة. بعرف أني ظلمتكن وظلمت المرحومة أمكن كمان. إذا بدك تصدقي أو ما تصدقي، بس أنا كل يوم عم أتعذب. أنا كل أسبوع عم روح على قبر أمك وحط لها ورد كمان وعم حاكيها. ليكي لا تعملي هيك، عم أطلب منها السماح. ما بعرف إذا عم تسمعني. الله يرحمها. هلا هي ماتت. ما بتجوز عليها غير الرحمة. استغفر الله، شو هالقصة هي؟ بهار حبيبتي، بهار. بابا لا تزعل، لا تفكر إنه هي بتعصب هيك فوراً، هي ما بتحقد على حدا، وقريباً رح تلين تجاهك. معك حق. معلش حبيبتي لا تزعلي، بس أنا بعرف إنه هي معها حق لدرجة حتى إذا طعنتني بقلبي بكلامها مثل الخنجر ما فيني أزعل منها، لأنه هي معها حق وما في شي عم أقدر أعمله. هيك لما تعملي شعرك بتصيري أحلى. طيب بس يجي خالك نحن منطلع تمام؟ أنا اليوم كتير مروق. ابني ليش نحن رايحين لحتى نتغدى؟ شو يلي عم نحتفل فيه؟ ليكنا قاعدين بالبيت ومبسوطين وما في داعي لهالحكي كله. يا الله أنا من زمان حابب أعزمكن على شي مطعم. لا تروحي هي العزيمة أمي، شبك؟ لا تخافي أنا رح حل قصة الرهن وكل الأمور رح تصير أحسن. شوف برأيي ما تصرف المصاري على الفاضي يجي هون، دير بالك عليهم. أنتي ما بتوثقي فيني؟ أمي ما تقولي شي لمارت، خلي الموضوع بيناتنا. ليش حليانة زيادة اليوم؟ قولي. دخيله أميرتي الحلوة أنا. يلا أهلين.
حبيبتي ديلارا، سألي لنا هالملكة وهالأمير لوين؟ أخوك عزمنا على مطعم. شو هالحكي؟ إيه؟ وليش؟ وشو ليش؟ أنت مانك فرد من هي العيلة؟ رح أخذكن على مطعم ونتسلى، ما في شي مناسبة، حابين هيك نقعد مع بعض. يعني وأمي بتعرف كمان إنه ما كان في شي من هذا الموضوع بتاريخ عيلتنا، لهيك تفاجأت أنا كمان. رح ضل ذكرك بهالعزيمة كل عمرك. تمام يلا خلونا نطلع لكان. يلا هلأ يا أخي، ما فات الأوان لسه، اطلع فيني إذا بدك، أنا بدينك ما في مشكلة. يعني إذا عزمتنا وطلعت الفاتورة أكتر من اللي معك صدقني رح تنحرج كتير. أنت رح يصيبك شيء، واثق رح أبتلي فيك. لا تتناقل. يلا خلاص أمشي. يلا تعال وامشي. أمشي أمي. أوه، طالع لأبوك أحسن طباخ بالعالم. صحتين وميت هنا حبيباتي، وهي شوية بروتين لإلك. يسلموا إيديك بابا. أنتوا لساتكن بمرحلة النمو، يلا كلوا بروتين كمان. يلا حبيباتي، يلا يا عيوني. بصب لحالي مو صغيرة. بس بالنسبة لإلي لساتك صغيرة. أنا صرت كبيرة هلأ، مثل ما بتعرف تجاوزت مرحلة النمو. بس يا حبيبتي لساتك صغيرة، قد ما كبرتوا بالعمر بتضلوا صغار بنظري، هيك الآباء بيفكروا. يا بنات بدي خبركم خبرية حلوة بتخص الشغل، قريبا جدا رح يبلش الشغل. إذا بدك تقعد وتستنى عنا لازم تروح هالمحلات وتدور على الشغل وتشتغل بقى. معك حق بنتي، مو أي شغل أنا بقدر بشتغله، لازم يكون مناسب كتير لألي وما يكون فيه ضغط. اللي بدي فهمك يا بصراحة يا بنتي إنه لازم المكان يكون منعش وصحي بالنسبة لألي. أنت مريض بالقلب يعني؟ لا الحمد لله، بس هي علامات الكبر بالعمر، كل ما كبر الإنسان بيقرب أكتر من القبر. مثل ما بتعرفوا يا بنات ما حدا دايم لحدا، لكن أنتوا بتعرفوا إنه الحياة كتير قصيرة. الله يحميك بابا، لا تحكي هيك. خلاص ما عاد أحكي. لا تحكي أبدا. هلأ نحنا ليش عم نحكي بهي الموضوع؟ شبكون خلونا ناكل الحلويات وننبسط ونحكي بالشي المنيح. يلا راح أطلكوا البطيخة. اختي لا تعملي هيك، ما في داعي تضغطي عليه. ما تتدخلي بهذا الشي بانو، طالما هو بده يعيش معنا لازم يدور على الشغل، اتفقنا؟ على كلن خدي هدول واعطيهم لصاحب البيت وخبيهم بمكان منيح. طيب بانو يلا قومي بسرعة وخبيهم. اختي شبك ليش مستعجلة؟ لأنه ما بدي اياه يشوفهم. يلا قومي. اختي ليش ما بتوثقي فيه؟ يعني ما رح يسرق مصارينا، هذا أبونا. بانو عملي مثل ما عم قلك، قومي وخبيهم ما بوثق فيه. يا صبايا يا بنات، اختار لكم أبوكم بطيخة كتير طيبة من شانكم، يلا دوقوا معي. اختي انتي
اللي أخدتي مصاري الأجار من قدام المراية؟ لا أنا ما أخدتهم. أختي أنا ما عم لاقيهم. كيف يعني وين راحوا؟ حطيتهم مبارح قدام المراية ولما فقت الصبح ما كانوا موجودين، ما لقيتهم. أنتي متأكدة؟ طيب بلكي حطيتيهم بمكان تاني. صدقيني أختي أنا مو كتير متأكدة إذا أنا حطيتهم بالغرفة ولا حاطتهم بمكان تاني، ما عم أتذكر. أي طبعاً هذا أكيد بابا. أختي شو عم تحكي؟ بابا ما بيعملها أبداً. أنتي عن جد غبية بانو. وينو لكان؟ أه؟ وينو أبي إليلي؟ أنتي ما بتعرفي، ما هيك؟ بيكون راح هلأ اسطنبول. ما عمل أي شيء من هذا الكلام. كيف يعني ما عمل هيك بانو؟ هذا الزلمة سرق أمنا، سرق طفولتنا، سرق أحلى أوقاتنا، معقول ما يسرق مصارينا؟ صباح الخير يا صبايا، وينكن؟ وهي إجا موسم الفريز، شوفوا شو جبت لكم معي، فواكه تازة من المحل رح تعجبكن. شبك بنتي؟ مين اللي مبكيكي قولي؟ من وين المصاري لحتى تشتريهم؟ كيف يعني من وين المصاري؟ اشتريتهم من عند نجيب، رفيقي نجيب بتعرفي؟ قلت له بدي هذا الفريز وهو عطاني اياه يكتر خيره، بتعرفي انه انا وياه رفقات كثير. بكفي كذب بقى، اشتريته من المصاري اللي سرقتهم منا. ما اختي بكفي اسكتي. انا سرقت المصاري؟ ايه انت سرقتهم. الله يسامحك يا بهار. شو عم تحكي اختك يا بهار؟ عم تسمعي شو عم تقول؟ مبارح عطتني مصاري الأجار بظرف هلأ مو موجودين. يعني ما عم لاقيهم. يعني اختفوا المصاري وانتو شكيتوا فيني بأبوكم، ما هيك؟ بأبوكم. لا بابا ما حدا شك فيك أبدا. ليش لحتى ما نشك فيك؟ ما عشنا ولا مرة بحياتنا مثل هاللحظة؟ هلأ رجعلنا المصاري اللي سرقتهم فوراً، هدول مصاري أجار البيت. طيب طيب هنيك في عرف ظرف محطوط فوق الكتاب، إذا كان قصدكن عنه يعني، لأني أنا شفته الصبح لما طلعت، بس ربي شاهد علي إنه أنا ما لمسته لهذا الظرف. أنا مبارح كنت نعسانة كتير وما قدرت نام، فحطيتهم ونسيتهم. بصير هيك شي يا بنتي، عادي، هذا الشي طبيعي لأنك عم تدرسي للصبح. يلا بسرعة خديهم فوراً واعطيهم لصاحب البيت. بانو حطي الظرف بمكان منيح يا بنتي، بمكان فيكي تتذكريه، لأنه قلب أبوكي هاد ما عاد قادر يتحمل أزمة ثقة تاني. بابا أنا آسفة، نعتذر منك. أنا آسفة. تعالي لعندي حبيبتي، حبيبة بابا أنت. أنا رح أطلع هلأ، بشوفكن المساء. بنتي بهار، بعرف إنك ما بتحبيني وما بتوثقي فيني، بس لازم تعرفي إنه أنا تغيرت وماني بقى هذا الزلمة القديم بعد هلأ، صدقي هذا الكلام.
اختي؟ شوفي، ما رح تعتذري من ابوكي؟ حملتي ذنب مو ذنبه، ما عم بيعذبك ضميرك معقول؟ ايه عم يعذبني ضميري، لاني لمت هذا الزلمه بدون سبب، بس ما رح اعتذر. هو مدين لنا باعتذارات كثيره، لهيك لا تحاولي. انا رح اروح هلا. بانو، كانه هالوردات الحلوه بحاجه لتقليب التراب، اذا ما قلبتيهم رح يموتوا. شو رايك بنتي نقلبهم سوا؟ اوه هالاكله كثير طيبه. ايه ناديلها لاختك. يلا ليكا اجت. ها عدي يا عصفورتي، عدي لشوف يا اميره بيتنا. ليكي عملت لك هالاكلات بايدي انا. بس انا ساعدتك. طبعا طبعا. يسلم ايديكم، بس ما رح اقدر اقعد، لازم اطلع، تاخرت. معقول ما تاكلي من اكلاتي يا بنت؟ ما بيصير تعملي هيك. انا طلعت من الصبح بكير واشتريت كل هالاكل الطيب والخضره الظريفه كرمالك، من انت والصغيره بتحبي هاي الاكله. يلا عادي عادي. معقول ما تفطري مع ابوكي؟ خدي لشوف، كثير طيبه، على القليله كلي من ايدي هاللقمه. يلا يلا كلي يا ايه. بابا لا تبالغ كثير بالموضوع، كل اللي صار اني قضيت ليله بالحبس. بالنسبه لإلك ليله، بس بالنسبه لإلنا عمر، والله كان قلبي رح يوقف عليكي لانك بالسجن. عم تفهمي علي يا بنتي؟ شعري شاب من كثر التوتر، شاب. ماشي، مو من هاي الليله، من زمان عندي شيب بس هلا زاد. هلا بدون مزح، خفنا عليك كثير اختي، انت منيحه؟ اختي حبيبتي انا منيحه، انت لا تخافي، بعدين الشرطه عرفت انه انا ومارت بريئين. منيح. بس بتعرفوا هذا الشيء بفضل دوغان بيك. ليكي واضح انه هذا الزلمه شاطر وبيعرف شو عم يعمل منيح. يعني يا بنتي انت لازم تشتغلي شغلك منيح وتضلي جنب هالزلمه، طلعكم من المخفر بسهوله. انا اصلا عم حاول مشان هالشيء. منشوف ان شاء الله انجح. يلا انا رح روح، تاخرت، بشوفكم. بشوفك. يلا بالتوفيق بنتي، يعطيك العافيه. سلمي لي على دوغان بيك. ألو نازان خانم؟ آه كنت مفكرة إنه رح تروحوا بكرة، يعني ما رح أقدر وداكن وش لوش. مو مشكلة، طبعاً طبعاً رح طلع على بيتكن كل يوم، ما تخافي. إيه أكيد رح روح كل يوم. ماشي تمام، انبسطوا بالإجازة تبعكن. مع السلامة. شوفي هاي مديرتي عم تقلي انتبهي على البيت لأنه أخذت إجازة. يعني ما راح يكون حدا بالبيت؟ لا تفضلي، هاي القهوة إلك مثل ما بتحبيها. يا حبيبة قلبي انتي، سلم ايديكي. وأنا؟ معقول يكون ما إلي قهوة بنتي؟ هاي اسمها قهوة التعب بابا، هلأ هي جاية وتعبانة. بس انت شو عملت؟ سؤال صغير، انتو متخانقين يعني؟ لأنه مبين إنه في توتر بيناتكم. لا نحن مو متخانقين، بس هي متضايقة شوي. أنت بتكذب باليوم 40 كذبة تقريبا، خبر أختي شو اللي عملته أنت. شبانو شبكي، اهدي شوي. شو صار بابا؟ خبرني شو في. يمكن هي في شي ببالها، أنا ما بعرف شو هو بالضبط. سألي إذا بدي. عم أسأل حالي كيف صدقتي هذا الشيء؟ كيف يعني هيك اشتقلنا فجأة؟ بس بدي أفهم. ولا أنت بتحبنا واشتقت لنا عن جد وما عاد فيك تعيش ولا ثانية بحياتك من دوننا؟ لا تحكي هيك إذا بتريدي، لأنه أنا فعلاً اشتقت لكم كثير يا بنتي. يمكن ما بيكون هذا الشيء واضح، بس أنا فعلاً مشتاق لكم. فقلت لحالك خليني روح أسرق البيت اللي عم تشتغل فيه بنتي. كيف؟ انت شو اللي عم تحكيه بانو؟ يا اختي هذا الزلمه حاول انه يسرق بيت المدام نازلي بوقاحه، لولا الكلب اللي كان موجود هنيك وطلع عضه. راكي، هذا الكلب بده يخدعك يا بنتي. راكي
كيف بده يخدعنا؟ هات لنشوف. يا بنتي شو هذا الكلام الفاضي اللي عم تحكي حضرتك؟ هو عضني هون برجلي ووجعني كمان، وهي هي القصة حقيقية وصارت عن جد معي صدقوني. معناتها انت عن جد كان بدك تسرق البيت؟ ولو صار هذا الشيء انت بتعرف انه رح تكون بانو متهمة. انت اكيد ما كنت تفكر بهيك شيء ابدا، لانه ما كان عندك عقل تفكر فيه اساسا. تماما مثل ما توقعت، انت ما عاد فكرت فينا وما عاد مهتم. انا مستغربة، مستغربة كيف طوعك ضميرك تعمل هيك. انت عن جد شخص سيء، لهيك يلا روح بعيد من هون ولا عاد ترجع لعنا ابدا. يلا بهار. بانو تريكا شو بدك فيها؟ لا تحكي مع بانو، امشي يلا.